نعم سينار، ربما فقط نبدأ بما تحدثت عنه بالنسبة لاجتماع الكابينات ونستكمل بعد ذلك المشهد أيضا في الشمال على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية. قبل قليل فهمنا بأن الكابينات الإسرائيلي لم يتخذ قرار بشأن زيادة المساعدات الإنسانية، وكان هذا الأمر هو في لب النقاشات التي من أجلها أيضا عقد اجتماع كابينات الحرب بالأمس بسبب الضغوطات الأمريكية لبضعة تفاصيل، أولها زيادة كميات المساعدات الإنسانية وأعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، وثانيا زيادة أيضا كميات الوقود التي مما نفهمه يدخل حتى الآن 60,000 لترا من الوقود إلى قطاع غزة. أمريكا تطالب بإدخال 180,000 لترا من الوقود. نحن نعلم بأن المساعدات الإنسانية التي بدأت تدخل بشكل بكميات أكبر خلال الهدنة وأيضا إلى الآن هي تشكل فقط نقطة في بحر من الاحتياجات الإنسانية للقطاع وللسكان، بما في ذلك أيضا النازحين خاصة في جنوب قطاع غزة. الكابينت الإسرائيلي لم يتخذ قرار بشأن زيادة المساعدات الإنسانية، ودحرج هذا القرار للكابينت الموسع، بمعنى أنه سيتم نقاش هذا الموضوع مجددا ضمن الكابينت الأمني السياسي الموسع الذي يضم كل الوزراء الإسرائيليين. أما بالنسبة لكمية الوقود أيضا لا يوجد حتى الآن قرارات، ولكن يعني فرضيات نسمعها من سياسيين ومن إعلاميين تقول بأنه قد تصل إسرائيل إلى حل وسط بإدخال بزيادة كميات الوقود، ليس لتصل إلى 180,000 لترا كما يطلب الأمريكيون، ولكن ربما تزداد عن 60,000 لترا التي تدخل اليوم إلى قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك أيضا الكابينت رفض إعادة إدخال عمال فلسطينيين على الأقل في مستوى الأعداد التي كانت تدخل قبل الحرب على قطاع غزة، رفض إعادة هؤلاء العمال للعمل داخل الخط الأخضر. بالتأكيد هذه كانت توصية الجهات الأمنية التي نسمعها منذ بداية الحرب، منذ 7 أكتوبر الأذرع الأمنية الإسرائيلية كانت تطالب المستوى السياسي بإعادة العمال من الضفة للعمل داخل الخط الأخضر على فرضية بأن بقائهم في البيت فقط قد يشعل الأوضاع في الضفة الغربية بسبب الأوضاع الاقتصادية وتردي هذه
بها وإن كانت ترد إسرائيل بشكل عيني على تلك المنطقة. وبعد ذلك رأينا تصعيد بدرجة معينة الذي كانت فيه إسرائيل أيضا تستهدف خلايا تابعة لحزب الله أو لفصائل المقاومة الفلسطينية قبل أن يتم إطلاق هذه الصواريخ، وكل من يقترب للحدود أيضا يتم إطلاق النار نحوه من قبل إسرائيل. ولكن في الأسابيع الأخيرة بالفعل نحن نرى هجوم موسع. أولا إسرائيل تقصف مناطق واسعة في جنوب لبنان، كان هنالك اغتيالات لعناصر من حزب الله، وليس فقط يعني اغتيال لما تسميه إسرائيل خلايا تحاول إطلاق النار أو أطلقت النار على إسرائيل، وإنما بادرت باغتيال بعض الشخصيات وهي ترد بشكل واسع جدا على مناطق متعددة في جنوب لبنان. إيمان جبور مراسلة الغد من الجليل الأعلى، شكرا جزيلا لك.